تصريحات خاصة للغد المشرق تكشف ضبط عصابة استولت على 38 مليون ريال من أموال الجمارك قبل عامين في المكلا. الحكومة تؤكد التزامها بأحكام الهدنة الإنسانية في اليمن وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الحوثية. ميليشيات الحوثي تطلق حملة لجمع الأموال من التجار ورجال الأعمال بزعم دعم المقاومة الفلسطينية. نشرة إخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، فأهلا بكم. قالت مصادر إعلامية وسياسية أن السلطات السورية طلبت من ممثل الحوثي في سفارة اليمن بدمشق مغادرة البلاد في أقرب وقت. وقالت المصادر أن السلطات السورية طلبت ممثلي الحوثي في السفارة اليمنية بإخلاء السفارة دون المساس بمحتوياتها. وكانت ميليشيات الحوثي قد عينت المدعو عبد الله صبري ممثلا لها في سوريا بمنصب سفير، وأشاد نشطاء يمنيون بالخطوة السورية على نطاق واسع باعتبارها انتصارا للدبلوماسية اليمنية وللمجلس الرئاسي. كشف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت القاضي رائد الرضي في تصريحات للغد المشرق عن إلقاء الأجهزة الأمنية خلال عملية ميزان العدل القبض على الأشخاص المتهمين بالسطو على 38 مليون ريال قبل نحو عامين في منطقة الديس وسط المكلا. اللي حصل كان مجموعة جلوس أنا لبسين ميري عسكري، الأطفال قالوا كان من الصبح يسيم الساعة قبل مجيل هذا وقليه كذا ونزلوا منه عند الباص، كان باصنا يمكن ونزل بالبندق ضربة واحدة بس، وقف الباصنا وشل الفلوس وراح. الموضوع نشوفه نحن كنا نعرفه إنه منسق. كانت هذه شهادة مواطن رصدناها قبل نحو عامين في هذا المكان لعملية سطو مسلح تعرضت لها سيارة تابعة للجمارك على متنها 38 مليون ريال. اليوم وبعد عملية ميزان العدل ألقي القبض على الجناة وتكشفت حقائق أكثر حول هذه الحادثة، كشفها رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في حديث حصري وخاص للغد المشرق. العصابة التي تقطعت لموظفي الجمارك ونهبت حوالي 38 مليون ريال، الحمد لله أقول تم القبض عليهم. عملية ضبط المطلوبين أمنيا وإنهاء المظاهر المخلة في مدينة المكلا هي واحدة من ثمار عملية ميزان العدل إلى جانب أهداف أخرى، ستستمر العملية حتى تحقيق كامل أهدافها. تم إصدار من قبل النيابة العامة والنيابة الجزائية أوامر ضبط وتفتيش عليهم، وتمت العملية، والآن احنا في جمع الاستدلالات عليهم، وإن شاء الله يقدموا في الأسبوع هذا، على نهاية الأسبوع هذا إن شاء الله يقدموا للنيابة العامة في الجرائم اللي ارتكبوها ملفاتهم كامله ان شاء الله. جهه الحمله دي وفرت علينا كثير، وبالناحيه المواصلات صارت سهله تمشي بسرعه، مثلا زي الاماكن اللي بتديس على مستشفى البرج كذا، كان في اماكن دي كلها زحمه، كان كلها مشاكل وقات من جهه وكل شيء، فهمت؟ فلما جهه الحمله صفت الاماكن دي، حتى الطالبات الحين يقدرون يدخلون لبيوتهم بامان. الخطوات التي اقدمت عليها الاجهزه الامنيه والنخبه الحضرميه في تثبيت دعائم الامن والاستقرار لاقت إشادات واسعة من الأوساط الرسمية والشعبية في حضرموت وعلى مستوى البلاد. الشارع يرى في هذه الأجهزة بأنها صمام أمان المحافظة. محسن بالبعيد، قناة الغد المشرق، المكلا. قالت القوات الحكومية أنها حبطت محاولة تسلل لميليشيات الحوثي شمال شرق مدينة تعز. وذكر مصدر ميداني أن مجموعة من عناصر الميليشيات حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبهة الحمد في حي كلاب، مؤكدا أن القوات الحكومية أحبطت المحاولة وأجبرت عناصر الميليشيات على الفرار. أكدت الحكومة التزامها بالهدنة الإنسانية في اليمن وبتنفيذ جميع أحكامها. وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ في كلمة ألقاها إلى الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان إن ميليشيات الحوثي ما زالت ترفض تنفيذ ما عليها من التزامات بشأن الهدنة. تلبية للجهود التي تبذلها محليا وإقليميا ودوليا، لا تزال الحكومة اليمنية
ملتزمة بالهدنة الإنسانية وبتنفيذ جميع أحكام هذه الهدنة، بينما ترفض ميليشيات الحوثي تنفيذ أحكام هذه الهدنة، وأهمها فتح المعابر والطرقات بين جميع المدن اليمنية، وبشكل خاص رفع الحصار عن مدينة تعز، ولا تزال مستمرة في خروقاتها واعتداءاتها على السكان المدنيين ومخيمات النزوح في كل من مأربة والضالع والحديدة وتعز، كما تواصل تحركاتها الاستفزازية والمتجسدة في الحشد والاستعراض العسكري والتهديد والوعيد باستخدام القوة العسكرية. هذا وقد طالبت الحكومة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه ميليشيات الحوثي لإجبار تلك الميليشيات على وقف انتهاكاتها بحق الشعب اليمني. إننا ندعو المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان الموقر إلى ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف خروقاتها ونهبها لمقدرات الشعب اليمني واستهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية وتوجيه التهم الباطلة وإصدار الأحكام غير القانونية بحق المواطنين والمسؤولين اليمنيين. وللتدليل على ذلك، فقد أصدرت ميليشيات الحوثي في الأيام القليلة الماضية قائمة تتعدى 14,000 شخص مطلوبين للمحاكمة، تشمل قيادات الدولة الحكومية الشرعية وأعضاء مجلس النواب وقيادات أحزاب ومسؤولين أجهزة الدولة وناشطين سياسيين وإعلاميين واجتماعيين. هذا بالإضافة إلى ما تعرض له المواطنون اليمنيون من اختطاف واعتقال بالجملة أثناء احتفالهم قبل أيام بعيد ثورة 26 من سبتمبر، وقد وصل عدد من تم احتجازهم أكثر من 1400 معتقل، وهو ما يساوي أكثر من نصف من تم إطلاق سراحهم في اتفاقيتي تبادل الأسرى البالغ عددهم 2130 إنسانا. قامت الميليشيات الحوثية بحملة جبايات كبيرة على التجار والمحلات التجارية بمناطق سيطرتها باسم دعم فلسطين في إطار متاجرتها بظروف الحرب لفرض الجبايات لصالح قيادتها السلالية. كعادته يركب الحوثي موجة الأحداث الساخنة في المنطقة، خصوصا في الحرب الدائرة بين غزة وإسرائيل، لخدمة أجندته ومصالحه المشبوهة، مستغلا عواطف اليمنيين ومشاعرهم تجاه القضية الفلسطينية. حيث قامت الميليشيات الحوثية بإطلاق حملة لجمع الأموال من التجار ورجال الأعمال في صنعاء ومناطق سيطرتها بزعم دعم المقاومة الفلسطينية، بينما هي تسعى بحسب مراقبين للكسب المادي والإثراء من وراء هذه الممارسات. وقالت مصادر في صنعاء إن الميليشيات أجبرت عشرات التجار على دفع ملايين الريالات بزعم دعم المقاومة الفلسطينية، وتداول ناشطون صورة أحد السندات التي وزعتها الميليشيات في صنعاء تظهر شعار وختم حركة حماس في جمع الأموال من المواطنين والتجار في مناطق سيطرتها، معتبرين أن الحوثيين حولوا حرب غزة إلى غنيمة. وسخر مراقبون من الدعوات الحوثية في الوقت الذي تواصل فيه السطو على أصول وأرصدة الجمعيات اليمنية المناصرة لقضايا القدس وفلسطين، كما وسخرت الميليشيات الحوثية مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور ومقاطع فيديو تزعم فيها استشهاد يمنيين في عملية طوفان القدس لإيهام المخدوعين بمشاركتها المعارك الدائرة هناك، رغم علم الجميع باستحالة السفر إلى أي دولة تحت القيود والتعنت الحوثي ناهيك عن أرض فلسطين المحتلة، وهو ما أثار سخرية من هذه الادعاءات الفاضحة ومتاجرة الميليشيات بقضية فلسطين دون حياء. أفاد تقرير أممي حديث بأن واردات الوقود والموارد الغذائية إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية شهدت زيادة خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهو ما يؤكد أهمية الهدنة الأممية. فيما تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية نهب الإيرادات ورفضها دفع مرتبات المعلمين، أفاد تقرير أممي حديث بأن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية شهدت زيادة بنحو 44% خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري. وذكر برنامج الغذاء العالمي في تحديث شهر سبتمبر لحالة الأمن الغذائي في اليمن
بأن إجمالي الوقود الوارد عبر موانئ الحديدة والصليف الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي بلغ 1.6 مليون طن متري خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2023. وبحسب التقرير الأممي فإن إمدادات الوقود منذ مطلع العام الجاري وحتى أغسطس تمثل زيادة بنسبة 358% عن فترة الثمانية الأشهر الأولى من العام 2021، وهو ما يؤكد أهمية الهدنة الأممية في تحسين دخول الوقود وبشكل كبير عبر موانئ البحر الأحمر. وحول حالة الأمن الغذائي في اليمن، فإن موانئ الحديدة والصليف الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت دخول ما مجموعه 2.7 مليون طن متري من المواد الغذائية خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2023. ووفق التقرير فإن غالبية المواد الغذائية الواردة إلى موانئ الحوثيين خلال الفترة المشمولة بالتقرير كانت من القمح ودقيق القمح، حيث مثلت ما نسبته 62% من إجمالي الواردات. وتمثل الواردات الغذائية عبر موانئ الحوثيين منذ مطلع العام الجاري وحتى أغسطس زيادة بنسبة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022. ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن ميليشيات الحوثي أطلقت حملة تجنيد جديدة لعشرات اليمنيات من مختلف الأعمار ضمن ما يعرف بكتائب الزينبيات، وجاء ذلك عقب نزول قيادات تابعة لجهاز الأمن الوقائي لاستقطاب الفتيات من المدارس والمعاهد والجامعات وقرى وأحياء متفرقة في صنعاء. على يد ما تسميه ميليشيا الحوثي الإجرامية بجهاز أمنها الوقائي، يخضع نحو 90 فتاة يمنية في صنعاء لتدريب مكثف على استخدام السلاح ومهارات القتال للقيام بمهام عسكرية وعدائية وقمعية لاستهداف النساء في مناطق الانقلاب. مصادر مطلعة ذكرت أن الميليشيات وعقب نزول ميداني استهدفت فيه المدارس والمعاهد والجامعات وقرى وأحياء متفرقة في صنعاء أطلقت حملة تجنيد جديدة لعشرات اليمنيات من مختلف الأعمار في صفوف ما يعرف بكتائب الزينبيات. الميليشيات بحسب ذات المصادر تنوي استخدام تلك الفتيات في أعمال ميدانية عدائية كالقمع للمناوئات للانقلاب واعتقالهن ومداهمة منازلهن وتنفيذ أعمال تجسسية واستخباراتية، إلى جانب تقديم حصص تعبوية أسبوعية لطالبات المدارس الحكومية بغية غسل أدمغتهن واستدراجهن للانضمام إلى تلك التشكيلات العسكرية. ناشطون حقوقيون في صنعاء أبدوا سخطهم الكبير جراء توارد أنباء ومعلومات جديدة تكشف عن نوايا قيادات في الانقلاب لعمليات تجنيد واسعة تستهدف النساء والفتيات في المدينة ومحيطها. وسبق أن اتهم تقرير حقوقي محلي كتائب الزينبيات بارتكاب ما يزيد على 1400 واقعة انتهاك بحق مدنيين ونساء يمنيات خلال الفترة من ديسمبر 2017 حتى نهاية أكتوبر 2022. وقالت منظمات حقوقية في تقرير لها إن أغلب تلك الانتهاكات تشمل الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء والنهب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب وتسهيل عمليات الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية وغير ذلك. وبين التقرير أن كتائب الزينبيات تورطت في تلك الفترة بمقتل 9 نساء، منهن 6 نساء قتلن نتيجة الضرب المبرح بالهروات والكابلات النحاسية، و3 بعمليات إطلاق نار مباشر. كما تسببت كتائب الزينبيات بإصابة 42 امرأة بجروح متفرقة. اطلع القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية علي الكثير على سير العمل بمطار عدن الدولي. وأشاد الكثير خلال لقائه مدير مطار عدن الدولي عبد الرقيب العمري بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المطار للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، مشددا على أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة للحفاظ على ما تم إنجازه بما يعكس صورة إيجابية عن مطار عدن. النشرة مستمرة وتتابعونا فيها بعد فاصل قصير. محمية الحصبة في عدن من قصة نجاح إلى مكب للنفايات ومستنقع لمياه الصرف الصحي.
أهلا بكم من جديد. وقع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي عقد مشروع استكمال مبنى الإدارة المحلية بمديرية غيل بوزير، كما ناقش المحافظ مع مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت صالح العمري ومدير عام مديرية غيل بوزير سالم العطيشي أوضاع المديرية واحتياجاتها في قطاع الطرق. أكد محافظ شبوة الشيخ عوض بن الوزير الاهتمام بمديرية عرماء والعمل على تحقيق مطالبها التنموية. ونوه ابن الوزير خلال لقائه مجموعة من مشائخ وشخصيات المديرية بتراجعها التنموي الواضح في مختلف المجالات، لافتا إلى ضرورة عدالة التوزيع لمشاريع التنمية بالمديريات. تحولت محمية الحسوة الطبيعية التي كانت تضم أنواعا متعددة من الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض إلى مكب للنفايات ومستنقع لمياه الصرف الصحي. المزيد في هذا التقرير. لم تعد محمية الحسوة الحائزة من الأمم المتحدة على جائزة خط الاستواء على مستوى العالم مباتا للعديد من أنواع الطيور والحيوانات والكائنات الحية، وذلك لتعرضها لإهمال يهدد توازنها البيئي والجيولوجي. الآن لما تقيل محمية في الوقت الحالي أصبح خالي، لا في أحد ولا حد عاد يزور المحمية ولا شيء، وكل ما في المحمية الآن هو عبارة عن مستنقعات مجاري، مكب للنفايات، حرائق ما بين الحين والآخر، هذا هو حال المحمية الآن. الجداول المائية هنا تحولت إلى مستنقعات نتيجة تدفق مياه الصرف الصحي التي أدت لتلوث أرض المحمية وجعلتها بيئة خصبة للبعوض والحشرات، فضلا عن المساحات الخضراء التي أصبحت مكبا لرمي النفايات. متنزه، كانت تقوم المدارس بالرحلات، العوائل تأتي إلى هنا للتنزه مع أطفالها، الآن أصبحت يعني لا تحتمل، يعني لا مجاري، الطيور المهاجرة بدأت تقل، أمراض تنتشر، باعوض. نناشد الجهات المعنية الاهتمام من الحكومة الاهتمام بهذه المحمية. المحمية الطبيعية فقدت ملامحها الجميلة جراء التدخلات البشرية غير الحضارية وانقراض مختلف الطيور المستوطنة والمهاجرة والكائنات الحية بعد أن كانت واجهة سياحية ومتنفسا للعائلات. المحمية الطبيعية الوحيدة في عدن بعد أن كانت مقصدا لسكان وزوار المدينة، ها هي بقعة مهملة تفقد أهميتها في توازن النظام البيئي يوما بعد آخر. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق عدن. بدأ الإعصار ليديا باجتياح البر المكسيكي بقوة ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 220 كيلومترا في الساعة. وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره في الولايات المتحدة إن ليديا وهو إعصار تشكل فوق المحيط الهادئ وزادت قوته كثيرا مع اقترابه من سواحل وسط غرب المكسيك، وصل إلى اليابسة قرب مدينة لابينينتاس في ولاية خاليسكو. اندلع حريق ضخم في موقف السيارات التابع لمطار لوتون بالعاصمة البريطانية لندن أدى لتعليق كافة الرحلات الجوية. وقالت سلطات المطار في بيان إن الحريق الضخم نجم عن حريق سيارة. نتابع. وأما الآن إليكم التذكير بأبرز العناوين. تصريحات خاصة للغد المشرق تكشف ضبط عصابة استولت على 38 مليون ريال من أموال الجمارك قبل عامين في المكلا.
الحكومة تؤكد التزامها بأحكام الهدنة الإنسانية في اليمن وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الحوثية. ميليشيات الحوثي تطلق حملة لجمع الأموال من التجار ورجال الأعمال بزعم دعم المقاومة الفلسطينية.